الله، هي قلت مزاج وخلاص. توفير كهربا يا بنت سيد، الفاتورة قطمت وسطنا الشهر اللي فات. ايه بنت سيد دي؟ من امتى يعني؟ ما انت دايما كنت بتقولي بنت اقبال. معلوم لازم اجيب سيرته، ما انت بنته الحيلة. يا ماما انت عارفة انا ما بعملش حاجة غلط، وانت ربيتيني كويس. ربياكي كويس اه، بس الزرعة مهما كانت بشوكها برضو عودها اخضر وما يصدش، يعني اي شوية هوا يقدروا يقلعوها من جدرها من طينتها. ولا انت فاكرة ده انا سهيت عن الكلام اللي قالته هند؟ يا ما هو انت عايزاني افضل مزروعة في الطين؟ ولا عاجبك جدتي اللي سرقت من ضرب حامد؟ ولا عايزاه كمان يكمل ويديني الواحد يكمل عليا؟ ضرب حامد اللي انت بتشتكي منه ده يا دوب طبطبة على العجين. انا لغاية دلوقتي واقفة ما بينك وما بينه، وصد عنك اللي لو اداهولك حامد بجد هيشيعك لابوكي. ليه ان شاء الله؟ وانا كنت عملت ايه لكل ده؟ كل ده عشان قلت يا علام؟ لا مش عشان قلت يا علام، بس هما بيعلموكي انك تكذبي وتغشي اهل بيتك وترجعي لهم في انصاص الليالي. لا انا الكلام ده مفهموش. اسمعي يا بنت ابوكي، قلتي كم كمت من القعده وعايزه انزل اشتغل، قلنا وماله تكسب قرشها وتتودك. قلتي هتأخر في الشغل عشان الشغل بيخلي الواحد يعوق، قلنا برضه وماله، بت بمليون راجل وتعرف تحافظ على روحها. رفضتي عريس مفيش واحدة ممكن تقوله لا، قلنا ما يضرش. لكن توصل للصرمحة والبيات بره يا سامية لا. طب حقك عليا يا أم، والله ما هعملها تاني، أنا غلطانة ما قلتلكيش من الأول. بتستغفليني يا سامية، بتستغفليني اكمن انا فهمي على قده. والله العظيم ما اقصد. طولك على حاجه، تعالي اخدك المدرسه، تعالي اعدك مع المدير بتاعي ومع المدرسين هناك، وهم هيفهموك على كل حاجه. ما عادش له لزوم. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاكره ان انا هسيبك ترجعي المدرسه دي تاني ولا تخطي برجلك فيها؟ ده انت ما عملتيهاش وانا صغيره وطلعتيني من المدرسه، هتعمليها وانا كبيره؟ لو انت صنتي الجميل قوي اسم الله. يعني ايه يا امه؟ انت ناوية تحبسيني؟ وهربطك في السرير يا سامية لو حكمت. ايه قولك بقى؟ انا ما بقتش صغيرة. انا ظهري انحنى عشان انت ظهرك يتشد، لكن تفكري انك تشديها عليا وتكفي وشي انا في التراب؟ لا ده انا اكسرهولك واكسرلك رقبتك وراه.